أخي روني، أنا لازم فوت لجوا أشتغل. تقدر تروح يا حضرة المدير، بس بالأول لازم تشوف الخبير. الخبير؟ وينه الخبير؟ لك افتح عيونك وتطلع قدامك، أنا صرت الخبير تبعك. خطوتين لورا أنت مدير، خطوتين لقدام أنا المدير. أنا بقدر زبط لك قصة الحب تبعك كلياتها. شو؟ قبلان؟ عن جد؟ ايه عن جد. ليك اسمع بس، بهي القصة أنا رح صير المدير، موافق؟ ايه أكيد. كتير منيح، خلينا نبلش. وهلأ لي، يعني ما عندك أي فكرة عن الحب؟ أبداً. طيب، لما بتكون موجودة معك شو بصير؟ بتتذكرها وبتشتاق لها شي أنت؟ ايه حلو، انت عم تحس هلا انه حديثة غريب؟ حديثنا غريب؟ طيب خليني اوضح لك اكثر، لما حدا بيحكي لك هيك بتحس شيء انه هو غبي ولا بتحس بشغلات حلوة؟ بس الحقيقة هذا الشعور حلو كتير، لانه هذا هو الحب الحقيقي. ليش اخذت التراكتور تبعي؟ ما عم سوق التراكتور تبعك، عم سوق تراكتور زوجي المستقبلي. ايه تمام. طيب لما بتقعد وبتفكر بمستقبلك بتتخيلها موجوده فيه ولا لا؟ طبعا. مبروك يا اخي، مبروك عليك. هلا انا تاكدت من كل شيء، انت فايت بحاله حب عظيمه، يعني 100% عشقان. عم تحكي عن جد؟ يعني أنا حابب؟ قولك إيه أنت حابب. هلأ ضل علينا نعرف شغلة واحدة، بدنا نعرف إذا كانت مرتك بتحبك عن جد ولا لا. ماشي اسمع، رح أسألك، إذا شي مرة حكيت نكتة وكانت هالنكتة بايخة كتير، هي بتضحك عليها؟ أنا بتذكر إنه مرة حكيت نكتة قدامها إيه؟ يعني بس ما كملتها للأخير. كتير منيح أخي. طيب عم قول لما انت تحاكيها بتحس انه هي خجلانة وبتطلع على الارض وبتكون عم تبتسم كمان؟ اخي ما بعرف، اغلب الوقت انا بحس بالخجل وبكون عم اطلع بالارض. كتير منيح اخي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.